في الحقيقه في تجربه جديده وتجربه مميزه بيتم تدشينها دلوقتي تحت شعار بودكاست مكتبه الاسكندريه. البودكاست ده بيستهدف استعراض رحله حياه لاهم الرموز في كل المجالات سواء ثقافيا او فنيا، وايضا بيعرض وبينقل خلاصه التجارب والخبرات من الناس دي علشان نستفيد بخبراتهم وتستفيد كل الاجيال بمشوارهم في الأيام المقبلة. خلونا من خلال التليفون مع الأستاذ محمد رضا رئيس قسم الإنتاج التلفزيوني بمكتبة اسكندرية نتعرف منه على تفاصيل التجربة المميزة للبودكاست في المكتبة. برحب بحضرتك ونقول لك صباح الخير. صباح السعادة والنور عليكم يا رب أستاذ هبة أستاذ مصطفى، منورين الدنيا. الله يخليك، شكرا جزيلا. فكرة البودكاست في مكتبة اسكندرية وإزاي جت الفكرة أن أنتوا تطبقوها في المكتبة؟ يمكن حضرتك عارفه ان المكتبه دايما هي ملتقى لما بيسموا العقول والرموز، فدايما من خلال فعالياتنا اللي بيحرص عليها الدكتور احمد زايد بيكون موجود مجموعات مميزه من الادباء والمفكرين والفنانين يمكن على مدار السنه كلها يعني. فكان الاساس في الفكره ان احنا بنتواصل مع مجموعات كبيره سواء الموجودين او من خلال منصات التواصل الاجتماعي مع مجموعه كبيره. فبما ان البودكاست شكل من الاشكال الجديده في التواصل ويمكن هو اليومين دول ترند يعني في اقبال عليه جديد وكبير جدا وفي ناس بتسمع له وبتتابعه، فاشتغلنا من خلال استوديو المكتبه على هامش المعرض. كان الاستاذ الدكتور محمد سليمان اللي هو المسؤول عن معرض الكتاب اقترح ان في نطلق الموسم الاول من بودكاست المكتبه، ان في فعلا مجموعه من الرموز لازم الناس تتعرف على حياتهم، نتعرف دايما في وجه اخر يعني في وجه بيظهر لنا النجاح والناس وصلت فين لكن رحلتهم ومعاناتهم والاسباب دي كلها، بحيث نحاول نقدم يعني زي خلاصه الموضوع اللي حابب. صحيح بالظبط كده. طيب في كام دقيقه عملتوا البودكاست ومين اهم الشخصيات اللي استضفتوه؟ طبعا احنا اشتغلنا البودكاست، انت عارف حضرتك انه حصل في نوع من التطور لانه كان بدايه زي بس صوتي او حاجه زي كده، دلوقتي بقى بيتصور كمان. فلجأنا لاستوديو المكتبة وابتدينا نشتغل على مجموعة بشكل مميز جديد، واستضفنا طبعا يمكن حضرتك عارف جا مجموعة كبيرة جدا جدا، عندنا أكثر من 160 فعالية، لكن كان من أشهرهم طبعا إذاعة القديرة أستاذة إيناس جوهر وبرضه الدكتورة هاجر سعد الدين، دكتور محمد صابر عرب، أستاذ الدكتور حسين حمودة الكاتب والناقد، عندنا طبعا شعراء زي المهندس ياسر أطامش، لا عندنا مجموعة كبيرة طبعا استضفناهم في الموسم الأول، والحمد لله رب العالمين احنا نزلنا في كذا منصه وكان في تواصل شديد جدا من الناس ورغبه ان هم يجيبوا مجموعات ثانيه. فعشان كده ان شاء الله بنستعد مع مهرجان الصيف لان في مجموعه من الفنانين هيكونوا موجودين، هنبتدي نعمل مجموعه ثانيه من حلقات البودكاست. طيب حلو قوي. هو في اقبال من المصيفين ومن سكان المحافظه ومدينه اسكندريه تحديدا ان هم يحضروا ويشتركوا معاكم في الفعاليه دي، وهل بتدخل ضمن فعاليات معرض الكتاب في المكتبه ولا دي بشكل منفصل؟ لا هي كانت من ضمن على هامش معرض الكتاب تم اطلاقها، لكن عارفه حضرتك هي مستمره ان شاء الله، لان كده كده احنا معرض الكتاب كان عندنا حضور كبير جدا السنه دي، لان طبعا فعاليات كتير جدا والاجواء كانت مميزه، وطبعا انت عارف اسكندريه السنه دي يعني المصيفين بسم الله ما شاء الله يعني حضور شديد جدا، فالمكتبه كانت بالنسبه لهم واجهه ومكان بيروحوا له، فبالتالي كان في تواصل. احنا بنتكلم ان البودكاست هيفضل موجود معانا على طول لانه اتحط خلاص في التشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت المكتبه من ضمن برامج المكتبه الرئيسيه. بالظبط كده، بس هنعملها مواسم وندي يعني مجموعات مميزه، لان هو التارجت في الاساس يعني يمكن حرص زي ما قلت الدكتور احمد زايد ان يكون في قدوه للشباب. احنا عملنا سلسله تراث النشأ ككتب للولاد الصغيرين من فتره واطلقناها للتعريف بالشخصيات الهامه عبر التاريخ، بحيث يبقوا بالنسبه لهم شايفينهم ونحببهم في القراءه بشكل معين، كان التواصل مع الشباب هيكون مختلف، فكانت وسيله البودكاست لان فعلا اليومين دول تحسها بيبقى اسلوبها اسهل شويه، بنقرب من الشخصيه اكتر، بيكون في جو مختلف من الحوار، فبالتالي لا يعني اعداد المشاهدات هو بيكون الحوار اكثر مرونه كده، ويعني بيخرج عن الشكل التقليدي للحوارات التلفزيونيه او حوارات الراديو المنمقه خلينا نقول طبعاً. او اللي فيها طبعاً. شكل مهني كبير يعني. ايوه بالظبط كده بالظبط كده. فلكن لا تفاعل يعني مع الموسم الاول ده تفاعل شديد جدا، انت عارف احنا عندنا الارقام بتاعت المشاهدات
والناس طبعا بتستمع على بعض المنصات، لان هو ميزه البودكاست انه بيدي لك الفرصتين انك تقدري تسمعيه، ولو حابه تشوفيه تقدري تشوفيه برضه. فبالتالي ادانا ميزه مزدوجه، فلدرجه ان بقى يجي لنا ناس بتطلب اسماء معينه كمان عشان تضاف، لان احساس الحاله والحكي والتفاصيل الخفيه اللي احنا ما كناش طبعا عارفين العفه، لما بتقعدي كده على كرسي بشكل معين وتبتدي الذكريات يعني معاكي واحده واحده تيجي في الدماغ بقى. في تفاصيل كتير جدا 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 هيتحكت، لا فعلا تستاهل انها تتسمع او تتشاف. تمام. طب احنا معلوماتنا ان بخلاف معرض الكتاب في مهرجان موسيقي بيتعمل في مكتبه اسكندريه. طبعا مهرجان الصيف. لا ده مهرجان. مين بقى ابرز الوجوه اللي تم استضافتهم في البودكاست موسيقيا يعني؟ لا طبعا في عندنا نوشكا، عندنا ان شاء الله هشام عباس، عندنا لا عندنا عدد كبير في الموجودين. تعرف حاجه طبعا بيبقى فيه موجود عمر خيرت، بيبقى فيه موجود عدد كبير جدا من زي ما قلت لحضرتك، يعني مدار شهر كامل في ورش فنيه. طبعا في ناس من بره مصر ومن جوه مصر، حاجات في صناعه الافلام وفي التذوق السينمائي، وعندنا في نفس الوقت حفلات مجموعه من الفرق المميزه جدا، طبله الست وشارموفرز لا مجموعات كبيره جدا بنحاول ان احنا نقربها للناس، لانه بيبقى كمان في البلازا في مكان مفتوح مع جو اسكندريه والبحر ورا المسرح. فعشان كده بقول لك دائما هي اسكندريه ملتقى الاجواء كلها مشجعه وحلوه كده جدا جدا جدا. انا اتمنى تنورونا مره وتبقوا سهرانين معانا، لان فعلا لا يعني احساس بيبقى جميل، وبتشوفي ملامح الناس وهي بتستمتع. يعني لا الحمد لله رب العالمين، يمكن الحرص ده كمستوى ثقافي او فني وموجود. لا بامانه الناس بتقابل الناس، وبعدين ميزه المكتبه مفيش حواجز مفيش مسافات، يمكن ان شاء الله يعني تكونوا موجودين تحسوا الاحساس ده. طب مين على كده اللي حاور الشخصيات دي؟ طبعا المكتبه بتعتمد على عناصرها والناس اللي موجودين فيها بالخبرات اللي موجوده. فطبعا من خلال الاستوديو كان في مجموعه اعداد، طبعا في الاستاذه دينا ابو العيله وهي اعلاميه بتجهز مجموعات الاسئله، وفي طبعا احد الزملاء، وبنعتمد طبعا بتعتمد تعرف كذا لغه عشان احنا عندنا طبعا مصريين وغير مصريين، الزميله دينا المهدي، وطبعا التيم بتاع الاستوديو. انت عارف حاجه المكتبه من زمان لانها اخذت طبعا درع اليوتيوب قبل كده، لانها دايما بتحاول تكون موجوده في المنصات، فانتجت في الاستوديو مجموعه الحلقات دي. احنا شايفين على الشاشه معاك اهو الحاجات اللي انتوا انتجتوها، ازاي نقدر نستمتع بيها ونتابعها دايما؟ لا طبعا هي موجوده في الكل، موجوده سواء في اليوتيوب او السوشيال ميديا. احنا مجرد ان احنا بنكتب بودكاست مكتبه اسكندريه في اي مكان بيطلع لنا الليست بتاع مجموعه الحلقات اللي هي موجوده. جميل. جاهزه تقدري. وبعدين عملنا نموذجين، نموذج صغير طبعا از برومو، لان عارفه بعض الناس بتحب تعرف شويه التفاصيل اللي جوه وتشوف الموضوع يهمها او ما يهمهاش. أيوة. وبالتالي بندخل بعد كده على لينك الحلقه. فطبعا هي موجوده، لا في منصات كتير جدا جدا، زي ما قلت لحضرتك ميزه البودكاست ان بيديكي ميزه الصوت، وبيديكي حاليا لما تطور شويه انه بيتصور، فميزه الفيديو كمان. فتقدري في اي مكان يكون موجود، مجرد حضرتك تكتبي بودكاست مكتبه اسكندريه هتلاقي حضرتك في كذا مكان موجود كده. الحقيقه كل يوم في تطور يا مصطفى في وسائل الاعلام المختلفه والطرق اللي بيوصل بيها للمتلقي للرساله الاعلاميه، والعصر بيفرض نفسه زي ما بيقولوا. صحيح طبعا طبعا، واكيد مكتبه اسكندريه قدرت ان هي يعني ايه تعمل حاجه. لا والله احنا عندنا حرص على التواصل، يمكن قطاع التواصل الثقافي دكتور محمد سليمان طبعا بيرأسه، ده عنده حرص شديد. احنا بنعمل زي سيرفي وبنتابع مع الناس اللي موجودين، وفي طبعا عندنا بوكسز للتواصل من خلال جمهور المكتبه، فهي الناس اللي بتطلب ده يكون موجود فين. فاحنا لا احنا كل يوم بنشوف موجود، يعني الحمد لله ما فيش قناه اخذت يوتيوب كقناه ثقافيه في العالم، يمكن نمره 2 كانت قناه مكتبه اسكندريه. خليني اخش معاك في حته ثانيه، لغه الارقام، مين اكبر مثلا حلقه عندك قدرت تعمل مشاهدات والارقام كانت عامله ازاي؟ لا عندنا طبعا الاعلاميه الاستاذه ايناس جوهر، طبعا كان في اهتمام شديد جدا. دي اكتر واحده عملت ارقام. طبعا طبعا عندنا، وطبعا عندنا شاعر الحلمنتيشي طبعا المهندس ياسر قطامش. طبعا موجود. ويمكن جايه في السكه الدكتوره هاجر، لان صوتها مميز جدا جدا جدا. ايوه موجوده طبعا. ولا يعني الحمد لله رب العالمين في اهتمام كبير جدا، بس انا بستشعر ان دائما الناس بتحب تسمع الصوت اللي هي معتاده عليه او اللي هي بتحب تسمعه المريح، الصوت المريح. دول انت بتتكلم عن اساتذه. طبعا طبعا طبعا. فهو دايما احنا بنحاول، وان شاء الله مع مجموعه اعتقد
الفنانين الموجودين في مهرجان الصيف هيكون في تفاعل اكثر، واحنا كمان بنستجيب، يعني بعض الناس بتطلب عايزه تسال اسئله معينه، في ناس كتير جدا كانت عايزه تعرف بعض التفاصيل، فان شاء الله ان شاء الله واحنا ماشيين بالبرنامج بيبتدي مع كل موسم ان شاء الله يتطور ونعمل له شكل كمان مختلف بحيث انت لما تقدر تشوفه تكون مستمتع برضه. يعني احنا يمكن عاملين جو ليه علاقه برضه، واخدين جزء من المكتبه والاهتمام بالكتب، لان احنا دايما بنحاول نزق في الجزء ده، بنزق في الجزء ده، والاساس النجاح في الدنيا هو القراءه. انت ممكن تنقل كمان افكار الكتب بقى ورسائلها، يعني بدل ما تتقري بالشكل التقليدي ان احنا نعرضها في البودكاست مثلا من خلال الضيوف او تجاربهم مع القصه او الروايه اللي قروها مثلا. دي الفكره فعلا شغالين عليها الثانيه، بحيث ان احنا بنحاول نقرب. تعرف عكس في ناس كتير ما تقراش العدد الكبير من الورق ده اللي موجود في الكتاب، فاحنا بنحاول ده نقدمه بشكل مختلف، وان شاء الله ان شاء الله قريب هيكون في حاجات من دي كتير، مع رعايه ان برضه اللوك يعني الصوره وجودتها والشكل ده. صحيح. لان طبعا هي دي كل التوفيق. صحيح. كل التوفيق. صحيح. ومبروك على التجربه اللي هتستمر في مكتبه اسكندريه للبودكاست. الاستاذ محمد رضا رئيس قسم الانتاج التلفزيوني بمكتبه اسكندريه، بنشكرك وبنصبح على حضرتك مره ثانيه.